وللمزيد من المتابعة والنقاش حول هذه الزيارة بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. بنرحب بحضرتك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. وفي البداية نفند أهم النتائج التي خرجت بها هذه الزيارة. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن بالتأكيد العلاقات المصرية الإماراتية علاقات تمثل نموذج يعني مهم للغاية في كيفية التواصل والتشاور الدائم فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وأيضا دعم العمل العربي المشترك، وبالتالي دائما بنجد أن القمة المصرية الإماراتية بتنعكس إيجابيا على تطوير العلاقات الثنائية وأيضا دعم العمل العربي المشترك. وهذا كان حاضرا في زيارة رئيس دولة الإمارات الشقيقة لمصر مؤخرا، وأعتقد أن المباحثات ما بين القيادة السياسية المصرية والقيادة الإماراتية تناولت الكثير من النقاط المهمة سواء فيما يتعلق بدعم العلاقات الثنائية التي تشهد تنامي وتطور ملحوظ طوال الوقت سواء على الصعيد الاقتصادي أو التنموي أو حتى الأمني والعسكري أو حتى على صعيد بحث المتغيرات الدولية والإقليمية القائمة. وبنجد دائما أن المواقف المصرية الإماراتية في الحقيقة مواقف بها تطابق كبير وتقارب كبير في الرؤى هي فيما يتعلق تحديد في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم مسارات السلام والتسوية لكافة الأزمات العربية بالتحديد عبر المسارات السياسية. وهذه نقاط مهمة للغاية في وقت بيشهد فيه الإقليم متغيرات مهمة للغاية تحتاج إلى هذا التوافق ما بين القاهرة وأبو ظبي لدعم العمل العربي المشترك. وأعتقد أيضا أن دلالة التوقيت في هذه الزيارة بيؤكد هذا المعنى، أن دائما هناك تواصل مستمر ودائم ما بين القاهرة وأبو ظبي، هناك تشاور في كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، هناك تباحث حول دعم العلاقات الثنائية بما يخدم أيضا مصلحة الشعبين والدولتين. يعني بالتأكيد سنأتي عند تفاصيل كثيرة حول العلاقات المصرية الإماراتية وكيف تنعكس على العلاقات العربية العربية، وزي ما حضرتك ذكرت في دلالة مهمة للتوقيت. ولكن قبل أن نبدأ في هذه النقطة نتحدث عن العلاقات الثنائية. حضرتك ذكرت أن هذه الفترة بتشهد يعني ذروة العلاقات المصرية الإماراتية في العديد من المجالات، المجالات السياسية والاقتصادية أيضا الأمنية والعسكرية. لو نوضح أكثر مجالات التعاون في هذه المجالات، نتحدث عن بالتأكيد تفاصيل كثيرة، مشروعات، استثمارات وغيرها. يمكن بالتأكيد دوما الاقتصاد يعني وجودة العلاقات الاقتصادية بتترجم أو بتترجم جودة العلاقات السياسية ومختلف وأصعدة العلاقات الأخرى. وبالتالي أعتقد أن حينما نستعرض العلاقات الاقتصادية لأننا نتحدث أن الإمارات يعني أحد الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية اقتصاديا باستثمارات في الدخل المصري تتجاوز 15 مليار دولار، نتحدث عن حجم تبادل تجاري يعني تجاوز 4 مليار دولار، نتحدث عن علاقات تجارية أيضا تنتقل إلى الآن فكرة التصنيع والتصنيع التكاملي ودخول الإمارات في اتفاقية الشراكة من أجل التصنيع التكاملي مع الأردن والبحرين ومصر. إذن هناك في الحقيقة جودة كبيرة جدا في العلاقات الاقتصادية بتترجم التفاهم والتناغم في العلاقات السياسية، وده في الحقيقة بيؤكد أن هناك نموذج حقيقي فيما يتعلق بالتعاون العربي العربي اقتصاديا. ما يعني يحدث ما بين مصر والإمارات من شراكة اقتصادية، من النمو في العلاقات الاقتصادية، أعتقد أنه هو أيضا يؤكد أهمية العمل الاقتصادي ما بين الشركاء العرب، لأن هذا التوقيت يحتاج إلى هذه الشركات العربية العربية. أيضا الصندوق الخاص أو المنصة الخاصة بالاستثمار الإماراتية التي دشنت خلال الأعوام الماضية بقيمة 20 مليار دولار أيضا أحد النماذج المهمة جدا في الشراكة الاقتصادية. هذا على الصعيد الاقتصادي. نتحدث أيضا على الصعيد السياسي، التناغم السياسي واضح للغاية. يمكن نتحدث طوال الوقت أن القاهرة وأبو ظبي بينهم تناغم وتفاهمات سياسية، بل تقارب وتطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعمل بشكل منظم سواء على الصعيد الثنائي والتحرك في كافة المحافل الدولية والإقليمية بيكون حاضر من خلال هذا التفاهم وهذا التطابق في الرؤى. وبالتالي العلاقات السياسية بتشهد أيضا زخم كبير جدا، خصوصا مع وجود تواصل على مستوى القادة دائم. بنتحدث عن أكثر من 27 قمة مصرية إماراتية خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي هذا الرقم بيؤكد أن هناك تواصل كبير جدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب إلى الإمارات هذا العام مرتين، مرة في قمة أبو ظبي الأخوية ومرة أخرى كان يستعرض فيها التجربة المصرية في قمة الحكومات في القمة العالمية للحكومات. صحيح. وبالتالي كل هذه التحركات بتؤكد
مدى التواصل الدائم في العلاقات السياسيه والذي يترجم على صعيد العلاقات الاقتصاديه، ايضا امنيا وعسكريا. العلاقات الحقيقه شهدت نقله نوعيه، بنتحدث عن الكثير من التدريبات العسكريه ويعني تبادل الخبرات في هذا المجال، وده ايضا بيضيف للعلاقات حتى تصبح هذه العلاقات علاقات مش بس استراتيجيه ولكن علاقات نحو شراكه شامله. نحن نتحدث الان عن شراكه شامله بتشهد او بتشمل كافه المجالات. ايضا الاطار بقى هنا الشعبي والثقافي ايضا حاضر في العلاقات المصريه الاماراتيه ليدعم هذه الاصعده السياسيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه، لان تواصل الشعبي وفي الحقيقه الرغبه الشعبيه من الدوله المصريه والدوله الاماراتيه التي نجدها في يعني محبه الشعبين لبعضهم البعض طوال الوقت ايضا بتدعم هذه العلاقات السياسيه والاقتصاديه طوال الوقت، لهناك ايضا كيمياء خاصه ما بين الشعب المصري والشعب الاماراتي، وده ايضا بينطبع على جوده العلاقات الثنائيه، وبالتالي نحن نتحدث عن شراكه شامله ما بين مصر والامارات تمثل نموذج حقيقي للعلاقات العربيه، وفي الحقيقه ان هذه العلاقات الان كما كنا نتحدث مش بس بتفيد العلاقات المصريه الاماراتيه ولكن صحيح هي ايضا لديها انعكاس كبير على العلاقات العربيه، وايضا هذا التكامل والرؤيه الشامله زي ما حضرتك وصفتها هي بتنعكس على تفاهمات كثيره في القضايا الاقليميه والدوليه، وحضرتك كنت بتتحدث عن دلاله التوقيت النهارده في هذه الزياره. بالتاكيد دلاله التوقيت مهمه للغايه، نحن نتحدث على اجواء اقليميه بها الكثير من التغيرات، ودوما بنجد ان الامارات والدوله المصريه لديهم فرص للتواصل طوال الوقت حينما يكون هناك متغيرات دوليه واقليميه، وراينا هذا في عده مواقف سابقه، وبنجد دوما القاهره وابو ظبي بينهم خطوط اتصال مباشره للتباحث ولتنسيق المواقف، وده مهم جدا لان نتحدث عن الدول العربيه يعني المستقره والداعمه للسلام والاستقرار، بنتحدث عن مصر، الامارات، السعوديه، البحرين وغيرهم من الدول العربيه تستطيع ان تلعب دور فاعل في منظومه الاستقرار في المنطقه الان، وبالتالي اعتقد ان التنسيق الان مهم جدا قبل ايضا القمه العربيه المقبله في المملكه العربيه السعوديه. نحن نتحدث الان عن يعني اجتماع ايضا اليوم في المملكه العربيه السعوديه على مستوى وزاره الخارجيه لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق، نتحدث عن زيارات عربيه بنشهد اثارها خلال الايام القليله الماضيه، اذا نحن نتحدث عن حراك وزخم في العلاقات العربيه. محطه أو المحطة الخاصة بالقمة المصرية الإماراتية أحد يعني محطات هذا الزخم في العلاقات العربية، وأعتقد إن القاهرة وأبو ظبي الحقيقة بيحركوا العمل العربي بشكل بتنسيق كبير جدا، والقاهرة بتلعب دور مهم جدا في دعم العمل العربي المشترك وإعلاء قيمة في غاية الأهمية دائما نراها في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي قيمة الأمن القومي العربي، هذه القيمة التي نحتاج إليها الآن ندعم الاستقرار العربي في ظل هذه المتغيرات الدولية للحفاظ على مقدرات الشعوب العربية في وقت يشهد فيه العالم ميلاد نظام عالمي جديد، يجب أن يكون للعرب في مكانة قيمة ومكانة تليق بتاريخ وأيضا حاضر المجموعة العربية. نعم بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.